والسلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا. هاي هالخديدة اليوم، شيء البارحة يوم حطيت العود وين صار؟ برقبة وينك؟ برقبة ها تشوفونه، ما حد يهجم عليه. تعرف شو ما حد يهجم عليه؟ ما حد يجي، ما حد يجي. شو قررت؟ أحط اثنين غيره، والله أخاف يتضايقون تبون الصدق ويشردون من القفص. بس احتياطا احتياطا احتياطا. زين بندقة وراه بشو؟ بستيل كيتش ثاني. شو بنسوي؟ بنسوي له دبل بروتكشن كامل الشبك اساس نلحق عليهم اذا استوى شيء. ان شاء الله عاد ما يستوي شيء، بس اذا استوى شيء عندنا دبل بروتكشن. استيل العود، ما تشوف الفلوس انتو، ها امورها طيب الفلوس. سويت وايد شو اسمه، انتو محد مهمات خارجية، ف تغير الوضع شوي، نباهم ما يطلعون. وإذا حاولوا على الأقل أضعف الإيمان إنهم يطولون. نقدر نسوي تربل، ها أوف، بس أظني دبل كفاية. تربل ما يحتاج، ما تصور يحتاج تربل. اليوم مشروع ركس، ترى أنا أخبركم الحين، خلكم مستعدين. مشروع سبام ركس. خلص خلص، خلنا نطرش المهمات هني. مشروع الركس، يو يا الركس، يو يا الركس، كيف بيكون مشروع طيب بيكون. بس وين هذا بريدر؟ خلينا نحط ال بريدر هني ورا الدكاكين. زين نحط الشارع، الشارع هني. هني هذا المشروع شوي، هذا صدق يبغى دبل بروتكشن. هذا دبل بروتكشن ماله ما في مزاح. خلي مكان فاضي حق الدكاكين. شوف شوف، ها كل العيون منو؟ بس ركس. من داخل بنسوي له شبك، شو ولا من برا؟ من برا بسوي له شبك كهرباء، ولا من داخل حسب لو بغى شيء يتكهرب. هذا ما يصير من داخله، يتقاطع مع ذاك، لانه مو مشكلة. ما اظن بيكون نقطة ضعف هذا يعني. مشروع الركس هذا لازم يكون مشروع جامد، لازم مشروع مش دبل بروتكشن، دبلين ثلاثة دبال اربعة دبال بروتكشن. لحظة اخبركم، اول شيء يبالي احط باب هني. Good things about the expedition. Bob, certainly eh? Made the science division a star, and me, and of course you too. I'm not forgetting, just prioritizing. نعم 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 نعم. من الحقيقة أبدا ما تخرطين أنت. أبدا. كذاب وعود أنت والله. اسمحوا لي يعني، لكنها كذاب وعود صدق. وليش مرمس إلى 80%؟ يمكن بيستيفل، ما أعرف. ويسر. خلنا ناخذ هذا سيراتورس وريسيرش. طبعا خلصت كله خلاص، لازم الجزيرة اللي بعده. فهذا آخر مشروع هني، مشروع الركس، مشروع نهائي هذا هني يعتبر خلاص.
هذا جيج. هذا جيج، تعرفون شو جيج؟ جيج من الخاطر. نمسك هذا نهدمه، نمسك هذا أداة التراك، نرجع العالم مرة ثانية لفة حلوة فوق الشارع. طبعا أرى ما عدل مكانه، لكن أنا أشوف مكانه حلو الصراحة، مكانه وايد زين. أنا أشوف وما بغير مكانه. لا قدام الفندق يمر أحلى. أيوة شوفوا ياخذ له لفة طيبة. هذا شيء مطلوب، لفة طيبة مطلوبة. وين يا وين؟ أول شيء خلينا نحاول ننتج ركس نعدل عليه، لأن استوى عنه وايد جينوس 2 مليون. ركس يا ركس، إن شاء الله عاد يزخ يقدر عليه. ما ظني يقدر عليه. بنعطيه على غالي، نبغى لايف سبون، فول لايف سبون بعقله. شوفوا مقواه خاطر عق سيراتورس داخل. والله خاطر عق سيراتورس، شوفوا خرب بيت 140 لف سبون مليون. شي يستوي عليه لف سبون مليون، يعيش الأبد. هاي فكرة ويابريتي كله ينزل 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 19% ويابريتي. الله يستر. بس هذا اقدر انتجه ولا ما اقدر؟ لقد كلام بالغلط. يلا مو مشكلة، ها كله ما با كله ما با ابا. هاي انزين، منو مريض؟ هذا خلى الرينجر يده من اخر الدنيا يضرب خطك الحين. عب هاي في دربك. رينجر ثاني بعد تعال عب هاي. وين الرينجر ستيشن؟ لحظة وين صار رينجر ستيشن؟ لان هذا يصير خبر خير. تيم upgrade capacity scheduling scheduling ranger accuracy. ما بقى accuracy، نزل accuracy بحطي scheduling، حط scheduling. هات اتليس 9 نيو ديناصور، ساعة بسيط. زين بنحط الهام هني يا جماعة. شير شير شجر، اوكي. ماي 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 ماي، بنحط الهام viewing platforms. لا بستركت شو؟ اي والله كله ما يستوي سبت الدبل فنس. اوكي بنحط واحد هنا. اوكي بندبل واحد وواحد هني اللي هو هذا. عقب بندبل لهم فنس داخل. ما يستوي هذا، يستوي ما يستوي. اوكي مو مشكلة عادي، مرة طيبة. هذا هني والله جميل طلع. هني اكيد هاي هاي كلها وانه يتمرضون ترى، كلام فاضي ما عندهم اي شيء، ما فيهم اي شيء، بس يبوا مرضيات.
خل بس خلنا نحط ديناصور زيادة. أيوة بحطي مش وين صار هذا شو برانش سورس تبلوكير قد قد أنا طلعت ما هذا آخر مرة والله نسيت. زين حتى نحط ثلاثة موتورس هذا رخيص نحطي واحد هذا أربعين نفس الفاميلي. أوه هذا جديد أنا كنت أحطي هذا صح إيه هذا بعد نفس الفاميلي نايس هذا تشوف يمكن ينجح ما نعرف. منو بعد مريض اوكي ارجع له بنحط له ديناصور هني وبنضيف لنا خلي يعالج هذا الحيوان شوفه رشه لا ترحمه والله لو هذا صدق الله يبني عليه اسم زمان. اوف دفني والله حيوان والله اركضهم مع بعض اشوفي بعد مسكين من مريض تبغى كان بس خلاص تعالج ما في شيء وجهدتي هذا خايس وين صار ريليس ديناصور ديناصور زين نحب نحط ركس والله الركس هذا مصيبة يا جماعة الركس هذا مصيبة ويسار 20% لأنه وسخ الركس 2 مليون قبل التزويد والحين 5 مليون ركس بخمسة مليون ركس بخمسة مليون أنا مسوي اثنين توا اثنين يعني لو واحد سوى فيل اللي قاعد يمع آخر كم من حلقة كله راح خلنا أشوف أنا وحظي خلنا أشوف أنا وحظي مش معين والله وايد خير لكن ما عليه خلنا نحط إلى لايف فيدر فونتو ديس جايز أهم شيء تشوفون الركس ما ينفع أقرب أقرب من هذا أظني مصيبة مصيبة المصايب القطار تشوف مسافة حلوة ترى قطار وين القطار هذا أوكي ريليس ديناصور خطار مش برا الخطار لا مو برا لما القطار يشوف دائرة حلوة يعني يقدر يشوف المكان كامل من داخل زين خلينا نشوف وش اللي حصلنا يبالنا نطلع هذا والله يبالنا زين هاي ايش اخبارهم ما خلصوا خلصوا يا ما خلصوا هني اللعب والله فنان وجهه كيوت ترى وجهه كيوت عجيب عجيب انا هذا موترني الحين ما بخسر 5 مليون مالي
خلينا نحط يدنا صالة بولينج. الأسطول شي بصير بلعب بولينج فكاني الهم شوي. أنا بصير بلعب بولينج مش هم. حطي لنا هني كلوث شوب يشترون ملابس تيركس يشترون ملابس ركس. منطقة وايد حيوية سويتها كانها الداون تاون هناك ما يفرق ترى ما في أي فرق. بس مش هذا سؤالي. سؤالي وين وين الديناصور ليش مات؟ بلاهم يموتون هايل. خلنا نبي نشله نشوف ليش قاعد فوق ديت. لا خلص عمره خلاص السكه. اهم شيء ما يموت من مشاكل امراض لانه عادي اللي عقبه يموت سيرة تاسورس. بهد هذا على فيوصل ركس على فكره. ايوه بتشوفون المعركه. تكون معركة هلنا نشوف الحين الركس هذا موترني والله. خرب بيته مو بخمسة مليون دفعتنا عورون البطن والله. شو أقل شيء هذا؟ تعال يا ساك تعال. اوكي فلوس هي فلوس. احنا ليش مقاومين اصلا؟ اقل فلوس شو هناني هاي نباها. تصدقون هذا 100% وسكت السريت كله فول. ليش كم البيضة مالت هذا؟ 60-20% وانا اردي اعطلنا مليون سكسس ريت. انا اسوي هذا شل سبيد مو بسبيد خلاص ابو سكسس ريت بعد خلاص بلس 40 60 بلس 40% مفروض يكون اوكي. هذا اهم شيء يستوي. هذاك برايه اهم شيء عندي الركس. اهم شيء عندي الركس. اهم شيء الركس والله. حتى مالي خاطر اسوي اي شيء ثاني بس استريال الحين. بس مستمتع اني اتريال. بس مستمتع قاعد اتريال الركس. شو تتوقعون الركس بيكون كيف ترتيبه؟ مضبوط. يلا يا ركس خليك ذيب. عاد شو البابيريشن اللي يباله ما اعرف. شو اللي يباله ما اعرف. يا الركس العجيب والله. لحظة خرافية هاي الركس يطلع فيها. خلنا نشوف الفصل. لا خلنا نشوف الفصل أول. خلكم تحمسوا شوي. الحين أعرف تبوا تشوفون ركس ضد سيراتورس. أيوة ركس ضد سيراتورس. خلنا نشوف اللحظة العجيبة. العن والديه. هذا هي بالا اسم مفتري. لحظة عنا واحد مفتري. علاء مفتري. تعال يا علاء مفتري تعال. علاء
Oof. Favorite of early century fiction writers and adolescent children everywhere. And why? Because it represents everything that we hear about the past. Popular social group 021. يا حبيبي. Even though it ceased to exist before. Release dinosaur. Rex ضد Rex. هذا من هو يسميه ضد هيثم. هيثم هل تسمعوني؟ يوهوهو يوهوهو هذا هيثم. خاطري خاطري أهدي وسطكم الحين. هلا شوف شو يسوون هالثنين يا بعض. دم 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 ما يحبون بعض. ليش مش مرتاح؟ شو ناقصنا؟ انت مش سوشيال ابدا. بيضربون شكله. خلهم يضربون. ابغاهم يضربون اصلا. خلي اهد هالفقير بينهم. اوكي لحظة. هذا الحين شفت الوحش الاولي استوى فقير. ما يحبون بعضه. خلنا نهدى المسكين وسطا يا جماعة. انها تصير تورس وستركس. ما اقدر اقاوم. اسمحوا لي يعني. زعلاني من بعض هاي. ما يحبون بعض. تعال خلنا نشوف. يمشون لا يمشون مع بعض. شوفوا هيثم وعلاء. ليش منو ناقصنا ناكل؟ عاد ناقصنا ناكل. لحظة هاي لك مو بيضربوا. نسوا استوى ربع. 1 2 4. انزين resupply request acknowledged confirm. ونضيف حق هاي. اوف ضربوا وانا ما حد ضربوا وانا ما حد. ركس ضد ركس ذبحه. علاء ذبح هيثم. اوف دفون جامد هذا. منو بيموت؟ منو بيموت؟ اوف قام يشرد جبون. شو ما يذبحون بعض بس بيتضاربون مرة ثانية. اذا عالجناهم بيتضاربون. انت الحين والله ما في اخر همومي. اشلك انت تموت احط 10 مكانك. تعال انت شو اخر همومي والله. مكي بيت وين اربيعك؟ هذا مكي بيت اخر همومي. شوفوا سير ياكلون. مش مرتاحين يا بعض ترى. شو بيستوي؟ لأنهم نفس الكفاءة. لو مسوين فرق في الباور كان حد بيدق الثاني. إيه الكومفورت راح عندهم. مليون اختفى. تعال دخل هذا. بس خل هاي لو شيء تهيلون. شفنا كرد يرقم ولا بشوف. تعال
نبغى نيو كونتراكت تاع نفسك انت في الوسط. يوزر نيجر تنس كانت تيك فوتوغراف ديناصور فايتنج فعليك. كان عندي سيارة هني كم خلنا نسير بسرعة بيتضربون. في سيارة قريبة تعال قوم 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 الحق على الضرب قوم قوم دسته والله اتنجلب الحق على الضرب قوم ادري ادري فايت انا ابغى الحق على الفايت اصلا والله لو يلفون على هالمسكين اوب الصوره صح. تعال دقة خلنا عالتهم مع بعض. اوه اوه صلب شوف شغلك عدل هيلهم خلا نضيف عليه التاسك شغلته يعالج الاثنين هايل زين. هذا بيموت يا سيل حقه ليش صبر صبر اذا نزيد الاكشن شوف شو يضربون هناك. هذا منو كان عندنا امس منو كان عندنا امس انتوا يا جماعة كان في احمد صح احمد بعد احمد انت ضحية احمد انت ضحية يا احمد شوف شوف كيف جاينا شوف والله انه يبين صغير يبين مسخره هني زي صور. خلينا نسوي برقبه من برقبه نسوي برقبه اثنين برقبه هذا وبرقبه هذا مليون خسر ملايين ليش ما يتضربون؟ خايفين من هاشو؟ تعال بصير فيه صبر انا اقولكم شو الحل. خلنا بيع واحد اوكي هذا فايت هذا خلنا خدر ببيعه اوكي ول والله قجامد كفو لحظة عنا شلتر نحن هنا حق العالم هيا عنا شلتر هذا هو اوف افا يا احمد افا افا دقوك قم قم عنا خلنا نشيل جثته مسكين قم قم بخلي واحد بس بنهد عليه ديناصورات غير خلنا نستمتع
لأن اثنين وثلاثة ما يقدرون. بنهج ويا ديناصورات بس يقدر يعيش من كم واحد؟ ideal population 0 to 15. اوكي يقدر يعيش من population ثاني بس مش هايل. لحظة perform 266 position index sites. يلا مو مشكلة طرش واحد اثنين اي مكانين مو مشكلة. انت يا صديقي للبيع انا اسف ما اعرف كم بعتها فكرة بس بعتها منو موت هذا هني موت هني الاكشن كله هني الاكشن كله هذا شوف هاي اللي يعيشون بين اي حد بينهم كبار ما حد يكلمهم عايشين حياتهم عادي خير وسهالة عايشين حياتهم هذا راح خله والله غصب شايلنا هذا غصب يو هذا من يجهز من يطلع بيكون شي يعني ابى اشوف بس هل هاي اصلا ودودين مع الكل ولا مش مع الكل ليش مش مرتاح سؤال شنو اقصنك كم فرد قاعد يزيد الحين اوكي population غير عن السوشيال هذا ما يقدر يكون سوشيال مع غيره زين كيف يتزوج هل تماله قاعد يزيد comfort ماله قاعد يزيد شوف هذا يقدر يعجل الموضوع خليه يهيله حسب يرتاح سرعة اول واحد فيه شو يبقى الحين اذا الدم طلع فوق بيعيش بيرتاح شوي هذا هو المطلوب ليش هزين يعني اصرف عليكم فلوس مش عشان تكسرون سامانة خليك مرتاح عندك مكان مش كبرى يا هني خلا نسوي هاي يا بيهيلة بيعبي الأكل بيروح بس ارتاح 95% كومفورت عندك بس ارتاح كم 400 قس يا أخي ديناصور عنيف والله ديناصور عنيف شو تبغى انت الحين شو تبغى الحين اول شيء صلح هذا الفنس اول شيء يبغى هذا دبل دور انه وايد يضربونه من هنا اشوف وبستراكتد ما اقدر اوكي رد للسور الثاني هاي يبغى له تربل شكله بيتم بين الطح الإدران بيلعوزنا ما يرى مسلحة يبالي تخدير هذا مصيبة يا حبيبي هذا سيدة طواري سيدي هذا طول على طوارينا يوه يا الركس يا علة الركس هذا علة
بصير له بصير ريلاكس. بس خلنا اسوي تربو ليدر واستركتد لحظة. شوف يا علة الركس، شوف شوف عقب تفهم هاي ان شاء الله هدمت. طاف مهم لحظة، بس اني لازم ابني خالد ترى بالول. يا علة الركس، بس هذا الركس خلاني ساعلن طوري. لحظة خلنا نسوي سوشيال شوي، خلنا نسوي سوشيال. شوفوا ويهم كيوت، بالله عليكم ما تشوف يوم بينزل شو بيسوي. هذا أول ما ينزلون يبون أكل. انزين ها عبارة عن شو؟ حديدة، حديدة معلقين عليها حشيش. أنا قلت شي رايح يحطون شي، آخر شي حديدة عليها حشيش. تعال خلنا نشوف. والله إنك إلا يا الركس، إلا تعلى الوسخ. معيشنا مكان مش كبره يصير يدافن على شو؟ نكتب 8000. ليش كم عندنا؟ 7800. وشوف هذا عجيب، جميل جميل. عجيب، أهم شيء كان تكون مرتاح. عايش وسط population. شو 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 شو. والله النوب صاحي الركس. لازم اكس. بس ما بتسوي في شيء. خلنا نسوي هذا ميشن سورس. هذا عود. عود الا تله. ما له اي شيء يعني. بلس ديفنس. بلس ديفنس. بلس ديفنس. يمكن ينفع. ليف سبان. هاي اللي يعيشون. ديفنس. ليف سبان. كم استوى؟ 1.5 مليون. خلنا نسوي لنا واحد. ها وين جاي هذا؟ بيطلع شكله. والله احس انه بيطلع يطلع رقبته يقبط اي واحد. ها راح الخروف. مرتاح الحين؟ عندك population تبسط عليهم؟ يا علة الركس. شو 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 شوف يمر قدام عادي. والله يزعل منك هذا. شو يسوي؟ واو شو يسوي بك؟ يمشي ويا بعض هاي الفنانين. شيء بعد خلنا نسوي لهم واحد ثاني. أنا معدل جينوم ولا لا؟ إيه هذا معدل كامل. بس هني باقي اثنين. نعطي لايف سبان. هاي عمرهم طويل. هاي لايف سبان. وهذا 1,400,000 برايا. شو 1,400,000؟ شو بيروح على حد فيهم؟ والله ناوي شكله الوسخ. هم كله يدورون على الإدران ليه ويشردون. شو هل المساحة كبرها ما عم تنكم؟ شو خلنا نحط أكل هناك بعيد في حال أنه ما نفع الأكل اللي هني.
هذا اي اكل ياكل ما اعرف احتياطا خلنا نحط واحد من هذي نكله هاي في منظر هاي شوفوا وي هذا وهذا والقطار يوم بيمر طبعا قطار نصيب الاسد ياخذ شوف اسمه كامل اوكي شوفوا هاي كانت حلقتنا اليوم يعني بشوفكم حلقة قادمة ان شاء الله بتشوف شو مشكلة الركس في الحياة ونشوفكم على خير ومشكورين على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله.